الإشكال اللي استدعينا عليه قناة شوف تي في باش نتواصلوا معها بخصوص الإشعار اللي توصلنا به اليوم، اللي هو إشعار بإنهاء حالة احتلال عقار، توصلنا به من الباشوية ديال زاوية الشيخ. هذا الإشعار هذا تيقول بأننا احتلنا العقار تابع للملك الخاص للدولة بموجب محضر تخصيص عدد 734 موضوع الرسم العقاري 10/52/1999 المتواجد بحي بومجان قرب مقر باشوية زاوية الشيخ، وتيقولوا لنا باننا تيطالبونا باش نهيو حاله هذا الاحتلال. هذه الكلمه ديال الاحتلال شويه ثقيله بحق هاد الجنود المتقاعدين اللي كانوا تابعين لسلك القوات المساعده تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله بصفته القائد اعلى ديال القوات المسلحه الملكيه، الله يخليه لنا ويطول لنا في عمره. هذا بخصوص هذا الاشعار. حنايا من التسعينات وحنا ساكنين هنا، وكل اللي قبل التسعينات هو ساكن هنا. انا الوالد ديالي متقاعد تنوب عليه، هو في حاله مرضيه، عنده مرض مزمن، ما قدرش نجيبه، ما بغيتش نجيب الوالد ديالي باش يتسلم هذا الاشعار لانه صعيب عليه من بعد مده ديال العمل والخدمه في صفوف القوات المساعده، ومن بعد ما تقاعد وتتسناو الجهات العليا تكرمهم وتعوضهم جايبين لهم اشعار ديال انهاء حاله الاحتلال، وهذا عيب. وتيقول لك بدون محتلين هذا الملك بدون سند قانوني. حنايا ماشي بدون سند قانوني، حنايا مدخلين الماء والضوء برخصه المتهنه الباشويه، واخدينهم من المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء سالح الشرب في سميتنا، كل واحد عنده المكانه ديالو في سميته، والمتقاعد كل الوثائق كلها في سميته. وبالنسبه للبطاقه الوطنيه، العنوان اللي في البطاقه الوطنيه سلمته لينا الباشويه، شهاده السكنه باننا حنايا هذا العنوان اللي دايرين في لاكارت هو فين ساكنين حاليا، يعني ما محتلين حتى شي حاجه، الوثائق عندنا قانونيه تنسلموهم من الادارات قانونيين. كيفاش حنايا واخدين هذا الشيء محتلين بدون سند قانوني وتناخذوا الوثائق قانونيين؟ هذا مفارقه عجيبه. بالنسبه لواحد الحاجه مهمه عندي هنايا، الامر اليومي ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي تعطى القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى 66 لتأسيسها، اللي جات فيه واحد الجملة من الكلام ديال سيدنا اللي هو وتجسيدا للرعاية السامية التي نخص بها أفراد وعائلات شهداء ومكفول الأمة الذين قدموا التضحيات الجسام في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، أصدرنا أوامرنا قصد تمكين هذه الفئة من الاستفادة من السكن بمدن المملكة بشكل مجاني وبدون مصارف إضافية حتى نضمن ظروف العيش الكريم لهم ولذويهم. هذا سيدنا اللي تفضل علينا بهذا الشيء، الله يخليه لنا، وهذا كلام سيدنا، الله يطول لنا في عمره. كذلك سيدنا صاحب الجلالة أعطى الأوامر ديالو المطاعة لتفويت السكن لقاطنيه حسب المذكرات الملكية الصادرة من 1987 إلى 2020، وتنطلبوا من سيدنا يرأف بنا ويساعدنا بالعطف ديالو بالحب ديالو. هاد الناس راه بغاو يخرجونا لبرا، اللي عطاونا مهله ديال شهر. كيف يعقل هاد الجنود المتقاعدين عندهم وليدات تيقراو، وكاين اللي عنده مرض مزمن، وكاين اللي تيعاني من ويلات المرض، كاين اللي خرج تقاعد من 21 عام، هادي 16 عام المده ديال الخدمه تتفاوت، وحنا تنعانيو في صمت صاحب الجلاله، وبغيناك تساعدنا وتعاوننا. هذا هو اللي تنطلبوا. وهذا الاشعار اللي جا في واحد الفتره اللي تنحتفلوا بها بمناسبه عيد العرش المجيد، واحد المناسبه اللي عزيزه علينا ديال سيدنا، وزيد عليها جاي مناسبه ديال عيد الشباب. بهذه المناسبه تنقول لك سيدنا كل عام وانت بالف خير، احنا فرحانين بيك وعزيز علينا وتنبغيوك، وهاد الناس راه صيفطوا لينا هذا الاشعار ونكدوا علينا الفرحه ديالنا وعلى الشعب المغربي قاطبة. رحنا تنبغيوك سيدنا، والله يخليك لينا ويطول لك العمر ويشافيك ويخلينا الأسرة العلوية الشريفة. رحنا جنود مجندون، وخولاد هاد المتقاعدين تحنا جنود، حنا مستعدين لحمل السلاح ونلبيو النداء في أي وقت، حنا موجودين صاحب الجلالة. هاد الإشعار اللي جا من الولاية ديال بني ملال وتوصلت به الباشوية ديال زاوية الشيخ، والباشوية ديال زاوية الشيخ سلمته لينا بدون إشعار مسبق، بدون تبليغ عن طريق مفوض قضائي،
تكون شي نزاع في المحكمة، المهلة ديال شهر خرج، كيف يعقل؟ هاد الشيء به فيه ما عارفين عندنا مسؤوليات، ما عارفين عندنا التزامات، هاد الناس اللي مضرورين الأجرة الشهرية ديالهم شحال تيشدوا، واش كافية أنه يخرج يكري، واش يدوز بها، واش يشري الدواء، واش يصرف على وليداته؟ يعني هذا التشرد، يعني هاد عناصر القوات المساعدة غادا تشرد. لذلك هاد المتقاعدين اللي كاينين في هاد الحي كلهم منخرطين ومتطوعين في المسيرة الخضراء، ومن بين هاد البطاقة ديال الأب ديالي اللي منخرط في المسيرة الخضراء مشى في 1975، وثانيها سيدنا الراحل جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، هي ثانية تحت الحسن بن محمد ملك المغرب رحمه الله، وهذا قسم المسيرة كلهم شاركوا في هذه التصويرة ديال الأب ديالي كان في المسيرة في الأقاليم الجنوبية العزيزة، وعندهم بطائق ديال المؤسسة ديال الحسن الثاني ديال قدماء المحاربين، وشاركوا في حرب الرمال دفاعا عن الوحدة الترابية تحت القيادة العليا ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وتنطالبوا الجهات المختصة من بينها المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية والمفتشية العامة للقوات المساعدة والمؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين باش تاهما يتدخلوا ويشوفوا لنا حل لهذا الشيء باش نخرجوا من هذا التشرد ومن هذا الضياع اللي غادي يلحقنا من هذا الإشعار اللي توصلنا به من باشا ويتجاوز الشيخ